الإمام محمد ابن سيرين التابعي مع فضله ما جادل صاحب هوى. قيل له لما؟ قال أخشى أن يقرأ آية فيشبه علي فيقع شيء في نفسي. الحسن البصري رحمه الله كما في البدع لابن وضاح قال لا تجلس مع صاحب هوى وبدعة فلربما تستحلي بدعته فتهلك، أو أنك تعارضه فيمرض قلبك. ولما جاء رجل إلى الحسن كما ذكر البربهاري رحمه الله قال أريد أن أجادلك، فقال رحمه الله قال هذا الرجل أريد أن أجادلك في الدين، فقال الحسن البصري رحمه الله أنا عرفت ديني، فإن ضللت دينك فاذهب فابحث عنه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله قال إذا رأيت صاحب هوى وبدعة مع طريق فاذهب مع طريق آخر. ذكر الإمام البربهاري عن يونس ابن عبيد رحمه الله أنه رأى ابنه خرج من بيت رجل صاحب هوى فقال يا بني والله لو رأيتك تخرج من بيت خنثى أهون من أن تخرج من بيت فلان. ثم قال وددت لئن قابلت الله سارقا زانيا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقى الله بقولي أو بعمل فلان. قال الإمام البربهاري معلقا عليه قال لماذا قال هذا الكلام؟ قال لأن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، لكن صاحب البدعة يضله عن دينه بالبدعة ثم يقع في الكفر.